شباب من مختلف ولايات الوطن جسدوا نماذج أولية لمشاريع بقطاع التكوين والتعليم المهنيين بإمكانياتهم الخاصة، مشاريع مبتكرة بأهمية كبيرة للاقتصاد الوطني. اخترعنا هذا المشروع صمام مياه ذكي نظرا لاحتياجات المنطقة لطبيعها الفلاحي الذي يتميز لواد سوف. بدل شغل الماء من جهة لجهة، تسهيل عملية السقي. عندك مثال ثاني تحب تداوي الفلاحة ولا هكا دير ثاني فيه الدواء مع الماء، تشغل الدور على جهة بالوقت، معناه انت في الدار تخدم بالتليفون. مشاريع مختلفة أغلبها حلول لذوي الاحتياجات الخاصة، يطمح من خلالها هؤلاء المتربصون إلى تمويلها لتجسيدها على أرض الواقع. فئة كبيرة من الناس اللي راهم أصموا صموا وبكم كما نقول ما يهضروش، ذوي الاحتياجات الخاصة. خمم هذا المشروع، بيدير هذا المشروع، بيسهل عملية التواصل بين الأفراد في المجتمع، بين الفئة تاع ذوي الاحتياجات الخاصة والأفراد العاديين. يهضر بلغة الإشارة، يعني قادر بصبعه يحرك صبعه، اي في كيما نقولوا اي حاجه، اي صبوع ولا اي اخرى ترجم لك حاجه وتزيد كيما نقولوا صوتيا تسمعيها. ذاك السيد شراه باغي منك ولا شراه يطلب منك، وفاني او ميم طون تقريها. بعد دراسه 3 سنوات في معهد التعليم المهني بشلف، ابتكرنا عصا ذكيه للمكفوفين لمساعده المكفوفين على السير او المشي بدون عوائق او حواجز. تقدم كاش حاجه ولا كيما نقولوا حيط ولا كاش شخص ولا تولي تفيبري او ميم طون تصوني، وفيها فان مدعمه بزر الطوارئ والجي بي اس. توضر كيما نقولوا المكفوف، درو كون يتوضر يبغى يتصل باي كيما نقولوا باي واحد يقرب له ولا ثم يضغط على الزر 3 ثواني تتصل ب3 ارقام اوتوماتيك. حتى وان لم يكملوا مسارهم الدراسي في الجامعات، الا ان التحاقهم بمعاهد التكوين والتعليم المهنيين منح لهم فرصة لتفجير طاقتهم بابتكارات تنافس أكبر المشاريع.